رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورهم وأرشدهم إلى صراطك المستقيم، واجمع بين صفوف العرب والمسلمين على تحرير مسجد الأقصى وفلسطين، على تحرير فلسطين من أجل صلاة الإسلامية للبلاد والإكرام كذلك. اللهم احفظ المسلمين بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وخزي الآخرة، اللهم اكشف عنا مرض كورونا، اللهم اكشف عنا مرض كورونا، اللهم اكشف منهم والأموات، إنك سميع عباد الله. Thank you.